الحمد لله قيوم السماوات والأرضين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على حمدنا إياه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأخوات وأيها الجمع الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله العلي القدير أن جمعنا في هذه الساعات المباركات وفي هذه الدقائق مع ضيفي البلاد الزائر فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عايض بن عبد الله القرني، الذي شرفنا بهذه الأيام وأتحفنا بزيارة إلى هذه البلاد، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وبما يقول، وقد عرفناه دهرا طويلا. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا اللقاء، ونسأل الله تعالى يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نرحب بفضيلة الشيخ في هذا المجمع وفي هذه البلاد، ونقول له كما قيل: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله لينزل عندي، والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. الشيخ حفظه الله تعالى يحاضرنا بهذه الدقائق في محاضرة قيمة بإذن الله تعالى بعنوان المفتاح السحري للحل. فلنصغي لفضيلة الشيخ، وكلنا ذا مصاغ بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن ينفع ما يقول، ولا حول بينكم وبينه. تفضل فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد اللحظات وأبرك الساعات بالالتقاء بالأخوات والبنات. أولا شكر الله لأخي الشيخ الخطيب الحافظ عبد المحمود يوسف على مشاركتي ومقدمته، وأقول له ردا على بيئته الجميلة كما يقول زهير: جزى الله رب الناس خير جزائه، وأبلاهم خير البلاء الذي يبلو، وما كان من خير أتوه، فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه، وتغرس إلا في مغارسها النخل. ثم أقول إن المفتاح يا أخواتي وبناتي للحل يعني كل أزمة وكل مشكلة، لأنني أتكلم مع مسلمات مؤمنات متحجبات. أهنيكم بالجلوس في بيت من بيوت الله، أهنيكم أولاً بالإسلام، بالإيمان، بالقرآن. ولولا فضل الله عليك عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ما أجمل وأروع أن تجلس الأخت المسلمة في المسجد، مليارات أو ملايين النساء في العالم، إما في المسرح، إما في الضياع، إما في اللهو، إما في دنيا الفن اللي يسمونها الفن، بلا إيمان ولا صلاة ولا ذكر ولا حجاب. فانظروا نعمة الله عليكن، كيف هداكم الله لهذا الإيمان، وحبب إليكم الذكر، وحبب إليكم المساجد، واصطفاكم من بين العالم باتباع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. إنه لفضل عظيم الله، والله فضل لا تعدله القصور ولا الدور ولا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولا الخيل المسومة ولا الأنعام والحرث. فاحمدوا الله حمداً كثيراً على أن جعلكم مؤمنات مقبلات محبات للخير وللذكر. أما الحل فهو الحل الشرعي أقصد، وهو مفتاح سري سحري عظيم أن تحلوا به مشاكلكم. كل واحد منا عنده هم وغم وحزن، هذه دنيا الكدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كما يقول أول: كل من لقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. فهذه دار طبعت على كدر، وهذه دار منغصة، وهذه دار ما رضيها الله لأوليائه ولا لأحبابه من المؤمنين والمؤمنات، رضي لهم الجنة. فما دامنا هنا فنحن بحاجة لحل، بحاجة إلى ما يخفف أحزاننا وهمومنا. وأنا جعلت الحل في 10 مفاتيح، تابعوا معي جزاكم الله خير. 10 مفاتيح تحلون بها المشاكل. المفتاح الأول: لا
إله إلا الله، هذا أكبر مفتاح وأعظم مفتاح، وهو الذي أتى به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إليه، وبه دخلت آسيا جنات النعيم، ومريم وأسماء وفاطمة وعائشة. وتحية إجلال، لأني ذكرت أمس آسيا في الخطبة، لكن أقول بالله عليكن، أما تحدث الواحد من كنا نفسها وهي تقرأ وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا لهذه الكلمة العظيمة وهذه الهمة السامية، هذه المرأة القوية العصامية الصابرة المحتسبة. أنا أريد منك أن تتصوري شيء واحد، تتصوري آسيا في القصر، ويسمونها بعض الأدباء المعاصرين سيدة مصر الأولى، ملكة أصلاً، زوجها فرعون، عنده الجيوش والجنود وعنده الخدم والحشم وعندها القناطير المقنطرة وفي القصور، عندها كل القصور، هي ملكة مصر. ثم تعلم أن لا إله إلا الله، ثم تعلم أن موسى صادق نبي من عند الله، فتأتي بالعقد أمام فرعون الطاغية المجرم، فتمزق الأوراق في وجهه وتلغي العقد ولا تعترف أنها زوجة له، وتقول لا إله إلا الله، آمنت بالله، قال لك إله غيري؟ قالت نعم، الذي خلقني وخلقك هو الله. عذبها، ولكن الله لطف بها وأدخلها جنة النعيم. قالت وهي تلفظ أنفاسها، يا للشهيدة ويا للبطولة ويا للشجاعة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، بيتا، لم تقل في الدنيا، تركت كل الدنيا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول العلماء طلبت الجار قبل الدار، تقول عندك يا رب، هي مجاورة للواحد الأحد، تعرفون آسيا سوف تكون في جوار الواحد الأحد، كما قال الأول لابنه لما مات، قال جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، فطلبت جوار الله. لا إله إلا الله المفتاح الأول عرفه سحرة فرعون. يروى عن ابن عباس أن عددهم 36,000 كانوا في مصر، فلما عرفوا الحق كانوا سحرة في أول النهار، في أول النهار يقولون لفرعون أئن لنا أجرا، يقول بتعطينا رواتب، أنت بتعطينا جوائز إذا انتصرنا اليوم، نبغى هدايا. كانت قلوبهم في الهدايا، قلوبهم في الدراهم في الفلوس، قلوبهم في الدنيا في الطين. وفي آخر قال، يقول فرعون يرد عليهم وإنكم لمن المقربين، نعم في جوائز وفيها هدايا وفي مرتبات وأيضا أعطيكم مناصب وجاه. وفي آخر النهار عرفوا أن الله هو الحق ولا إله إلا الله. أول النهار سحرة، آخر النهار دعاء، في الليل شهداء، ثلاث مراحل. فلما عرفوا الحق التفتوا إلى فرعون قالوا لا إله إلا الله، قال لكم إله غيري؟ قالوا لا إله إلا الله، قال لا أعذبنكم، لا أصلبنكم في جذع النخل، قالوا اقضِ ما أنت قاض. يقولون في لحظة سقطت الدنيا تحت أقدامهم، في لحظة واحدة دقيقة سقطت الدنيا تحت أقدامهم، يقول اقضِ ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، نتحداك ونتحدى دولتك وجنودك وجيشك، اقضِ ما أنت قاض، افعل ما تريد. هذه لا إله إلا الله، أنا أوصيكم بها كثيرا، هي مسلية الهموم مذهبة الغموم. يقول الشوكاني، قال أحد علماء اليمن، الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. قلوها باحتساب، وإذا قلت الكلمة العظيمة أكملتوها فهو أجر إلى أجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخواتي بناتي، في اليوم لا تنسين 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولو كنت عاملة، ولو كنت موظفة وطبيبة، أبداً لا تنسين هذا الورد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وتذكري هذه الإشارة، لك 5 جوائز من الرحمن الرحيم في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، لك 5 هدايا من الواحد الأحد إذا قلتها 100 مرة كل يوم. أولاً كتبت له 100 حسنة، ثانياً محيت عنه 100 سيئة، ثالثاً كانت له كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، 10 رقاب من ولد إسماعيل، رابعاً كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، خامساً لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل بأكثر ما عمل. 5 أجور ما تأخذ 5 دقائق، هذه 100 مرة هذه الكلمة. المفتاح الثاني، لا إله
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة ذنون هي مفتاح للمؤمنين، علمها الله أولياءه، وألهم ذنون بن متى يونس لما سقط في ثلاث ظلمات، ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فنسي أهله، نسي قبيلته، عشيرته، زوجته، أولاده، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سبحانه، اسمع الجواب، فاستجبنا له، أنعم بك من مجيب، جلت قدرته سبحانه، تقدست أسمه، قل فاستجبنا له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاستجبنا له. قال سبحانه، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول ليس هو وحده، كل من قالها بصدق وإخلاص نجاه الله سبحانه. فوصيكم بهذه الكلمة، قولوها في الأزمات ودائما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عند السفرة، عند الزفرة، عند الحسرة، لأن فيها توحيد وتقديس واعتراف بالذنب، وهي كلمة مقدسة. بعض العلماء، علماء السنة، شرحها في 60 صفحة، 60 صفحة لما من فيها من إبداع. المفتاح الثالث، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مفتاح عظيم وجليل، وبشركم أن هذه ترى الكلمة كلمة القوة، حتى يقول أحدهم، من أراد أن يصعد الجبال ويفتح الأقفال ويحمل الأثقال ويشرح البال ويصلح الحال ويرضي ذا الجلال فعليه بلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كملت لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، علي العظيم، ما أعظمها من كلمة. أنا أشرح كما قال الحافظ بن حجر شرحها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحول بيننا وبين معصية الله إلا الله، ولا يقوينا على طاعة الله إلا الله. فمعناها يا رب، لو ليس لنا قوة، ليس لنا قدرة، ليس لنا حول على أن يحال بيننا وبين المعصية إلا بك، وليس لنا قوة على الحياة وأعباء الحياة ومصاعب الحياة إلا بك. كان الصحابة في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وأظن سفر تبوك، غزوة تبوك، قال أبو موسى الأشعري أحد الصحابة صاحب الصوت الجميل، فكنت أمشي في الجبل وأقول في نفسي، لم يسمع أحد سرا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأدركه صلى الله عليه وسلم على راحلته، ولم يسمعه صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي نزل عليه. وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، قال يا عبد الله بن قيس، يقول صلى الله عليه وسلم، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز والله، تذهب الكنوز وتضيع وتنتهي، ورأيناه من انتهى ملكه، من انتهى ثروته، من انتهى جاهه ومنصبه، لكن تبقى الأعمال الصالحة والباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله منها ومن أعظمها، فهي تقويكم بإذن الله. حسن الألباني حديث لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع 90 بلاء أقلها الهم، 90 بلاء أقلها الهم، إذا قال الإنسان بإخلاص وحضور. فمفتاحك دائما قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أم في مزرعتك، في مكتبك، في جامعتك، في مدرستك، في مع أهلك، فيحل بها الله سبحانه وتعالى من قالها بحضور وصدق من الأزمات ما الله بعليم. المفتاح الرابع، الاستغفار الدائم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حتى في الاستغفار صيغة أقول لكم عند أبي داود هذا اليوم، وأنتم تعرفون لكن أكثروا منها، يقول عليه الصلاة والسلام، من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف، لو فر من المعركة في سبيل الله غفر الله له ذلك. يقول العلماء لصدق هذه الكلمة ولجلالتها ولنفاذها وبلوغها ولبلاغتها ولأن فيها من أنواع العبودية، فهي استغفار اعتراف بالذنب، وهي اعتراف بألوهية الله، وهي فيها الاسم الأعظم كما قال بعض العلماء الحي القيوم، وفيها التوبة، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف من 7 الموبقات، من 7 الكبائر، 7 المهلكات، ومع ذلك غفر له. فوصيكن بكثرة الاستغفار، حتى إنه صلى الله عليه وسلم نص على النساء بالذات، قال وأكثرن من الاستغفار، تصدقنا وأكثرن من الاستغفار، كما في الصحيح، نص نصا للمرأة بالذات تكثر من الاستغفار.
وهو صلى الله عليه وسلم نصير المرأة، وهو صلى الله عليه وسلم والد المرأة، وهو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي أتى لنصرتها ولحفظ حقوقها ولكرامتها وتشريفها، فجزاه الله عنا وعنكن خير ما جزى نبيا عن أمته. أما المفتاح الخامس فسورة الفاتحة، وفيها من السر العظيم أبشركم، وحق هذا المفتاح أن يأتي الأول، ولكني قدمت الألوهية للكلمة المشهورة ولكنها الكافية والشافية. وكثير من العلماء الآن الذين ألفوا في دواء الأسقام والهموم يبدأون بسورة الفاتحة، هي السبع المثاني، يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فجعلها نصف وجعل القرآن نصف، جعلها شق وجعل القرآن كله شق، وهي السورة التي من لم يقرأ بها في صلاته فصلاته خداج خداج، أو قيل خداج خداج يعني باطلة. وهي السورة التي هي أفضل سورة في القرآن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي يعلى بن سعيد بن معلى وأبي بن كعب، وهي السورة التي تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها، وهي الشافية، وهي الجامعة لكل المعاني، وهي الأم أم القرآن. فهذه السورة العظيمة، حتى إن الله جل في عليائه يقول كما في صحيح مسلم حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أي كلام وأي مكان لهذه السورة. وأريد من هذه السورة منها قراءة في الصلاة في كل ركعة إلا المأموم على الخلاف تعرفون المذهبي، ومن أصابه مرض فإنه يقرأه على نفسه حتى هم وغم ينفث ويقرأه على صدره ويكررها ويتدبرها، وإذا أخذت منها ورد في اليوم فهو أحسن من أي ورد آخر، غير الأذكار المعددة المشروعة تأخذين 10 أو 20 منها أو 100 إذا استطعت، فهي من أعظم الأذكار وأعظم العبادات سورة الفاتحة السبع المثاني. الله أكبر، يا لها من جلالة، لحتى أن الله سبحانه وتعالى أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا بها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما تمتعنا به أزواجا منهم. فيقول لا تمد عينيك لأصناف نعيم الدنيا، فإن أعطيناك السبع المثاني والقرآن العظيم. فسبحان من أعطى رسوله هذا المفتاح العظيم. أما المفتاح السادس فهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته الزهراء البتول أم الحسن والحسين رضي الله عنها وأرضاها، لما سكت الهم أو قال لها قولي في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهذا في السنن وهو صحيح: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تقولينه، فإذا جمعت هذه الأذكار مثل الأدوية والعلاجات التي بعضها ينفع لدواء القلب وبعضها للهم وبعضها للكرب وبعضها لضيق النفس أو نحو ذلك، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فانظر إلى معلم الخير يخبر ابنته التي أحب الناس إليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم، أنا بالمناسبة دعوني أخرج قليلا لأني في مجتمع مؤمنات مسلمات، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش حب فاطمة في قلبه، حتى يقول للمسلمين على المنبر: فاطمة بضعة مني، يقول قطعة من قلبي، يرضيها ما يرضيني ويريبها ما يريبني ويغضبها ما يغضبني. تقول عائشة في الصحيح، عائشة التي هي زوجته صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، تقول ما من يوم إلا وتأتينا فاطمة تزائرة لأبيها، كل يوم بيتها قريب، والله ما تغادر مشيتها مشية أبيها، تمشي مثل مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أتت قام لها صلى الله عليه وسلم استقبلها خرج يعني وقبلها على جبينها وأخذها وأجلسها مكانها كل يوم،
ثم يأتي يحدثها صلى الله عليه وسلم ويقبل عليها ويضاحكها، فإذا لم تأتي ذهب إليها يزورها، فتقوم هي فتقبل جبينه وتجلسها وتجلسه مكانها وتقبل عليه. فأي أب كان هذا بأبيهم صلى الله عليه وسلم، وأي معلم، وأي نبي معصوم صلى الله عليه وسلم. حتى إنها شكت تريد خادمة في البيت، لأن هي مع علي رضي الله عنه، حتى يقول إقبال، دائما ذكرته في محاضرات، إقبال شاعر المسلمين، شاعر الهندي، هو الدكتور الفيلسوف، شاعر إسلامي كبير، يقول عن فاطمة، اسمها قصيدة فاطمة الزهراء، هي يقول هي بنت من؟ طيب أعطوني في العالم الآن بنت أشرف أب من فاطمة رضي الله عنها، طلعوا لي بنت في العالم الآن على مر التاريخ أشرف من فاطمة. يقول هي بنت من؟ بس أعطوني سؤال. يقول إقبال، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه تياها. هذه شكت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد خادمة تطحن معها، تطحن هي الرحى، وتريد أن تخدمها في تكنس البيت، تصنع الطعام، من قلة الطعام عندهم. قال صلى الله عليه وسلم، زارها وعلي في الليل، قال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ ولم يعطي خادمة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما أو مضجعكما فسبح الله 33 قبل النوم، هذا ذكر النوم، واحمد الله 33 وكبر 34 خير لكم من خادم. يقول العلماء هذه قوة للإنسان الذي يقولها دائما، لأن تنوب عن الخادم والخادمة، تنوب عن الخادمة في البيت، في سير يعطيك الله قوة. عند النوم تسبح 33، تحميد 33، تكبير 34 قبل النوم، دائما تمنح قوة بإذن الله. وجربوا ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من أسرار الشريعة والمعاني العظيمة في الحياة ما لا يعلمه إلا الله. فقلت لكم كلمة الله، الله ربي لا أشرك بشيء. أما المفتاح السابع فهو يا حي يا قيوم وبرحمتك أستغيث، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الكلام ويقوله عليه الصلاة والسلام ويدعو به. وصح أنه كان يقول صباح مساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ورد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، واللهم رحمتك أرجو فلا تكني نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. فهذا من قالها كاملة، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أغاثه الله وفرج همه وكشف غمه وأصلح باله. هذا من المعاني العظيمة الجليلة في ذلك. ومن المعاني أيضا بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني أعوذ بك من الهم، وهذا المفتاح الثامن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال في الصحيحين. هذا يكرر، هذا الحديث ترى في حد ذاته أتى بكل أسباب السعادة في الحياة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الهم على المستقبل والحاضر، والحزن على الماضي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، العجز في الإرادة والنية والكسل في الجسم، وأعوذ بك من البخل والجبن، البخل في المال والجبن في البدن والقلب. فماذا بقي؟ فمن هذا الحديث ترى من أعظم الحديث، كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم ويدعو به كثيرا صلى الله عليه وسلم. أما التاسع فهو حديث الكرب، وهو في البخاري عن ابن عباس، حديث الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فهذا من أعظم الأدعية. أنا قرأت في الفرج بعد الشدة للتنوخي أن أحد العلماء أخذه النصارى وهم محتلون بيت المقدس، فسجنوا هذا العالم اسمه إبراهيم قاضي وقيدوه بالحديد. قال فمن الدهش نسيت حتى بعض الأذكار، ذكر بعض لكنه في غرفة مقيد بالحديد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله أما رأيت أخذني النصارى وقيدوني في الحديد وأنا كنت معلم الناس والقاضي يعني عالم؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول فقال لي في المنام أين أنت عن حديث الكرب الذي رواه ابن عباس في البخاري هكذا، يقول فتذكرت وحافظه كأني ما كنت أحفظه، فقمت في المنام أقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش الكريم،
قال: فانحل القيد والله، وأتيت إلى البواب وهو نائم فخرجت وعدت إلى أهلي ونجوت. وهذا ذكره التنوخي في الفرج بعد الشدة، في الفرج بعد الشدة. أما العاشر وهو من أعظمها وله سر عجيب وهو حل المشكلة، فهو السجود له سبحانه، يعني صلاة ركعتين عند الهم والغم، يعني أرحنا بالصلاة يا بلال، مثل ما ذكر جاء أمس في المحاضرة، إنه ما بينك وبين المشكلة إلا السجود، بينك وبين حل المشكلة تضعين الجبهة على الأرض على التراب وتنادين الواحد الأحد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك الهموم والغموم بما يقولون، ما هو الحل؟ فسبح بحمد ربك هم من الساجدين. جربي عند الهم والغم ركعتين بخشوع وأكثر السجود، وبعدها تجدين الحل بإذن الله، بعدها لأنك تدعون السميع المجيب، ركعة طرد الهم، والفريضة من أعظمها، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان يتشوق صلى الله عليه وسلم، ينظر الوقت متى يدخل الوقت ويستبطئ متى دخول الوقت ويقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل معلق قلبه بالمساجد، ويقول أهل الشراح: وامرأة أيضا معلقة بالصلاة، وإنما قال رجل المساجد، لأن صلاة الجماعة عند كثير من العلماء هي واجبة على الرجال، أما في حق النساء فإنها، فإن المرأة تصلي في بيتها معذورة، وإن حضرت يعني بالطريق الشرعي فهذا في ثوابها وميزان الحسنات، إنما هذا فيشملها أنها معلقة بالصلاة قلبها، فهي من السبعة الأصناف التي يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه عشرة، ولكن لي وقفات سريعة. أخواتي بناتي، تعرفون أن كنا داعيات، كل واحدة منكم تحمل إسلام هي داعية لله، وصيكنا أن تحملوا هذا الشرف، شرف ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله الله أريد منا جميعا أن نشارك الدعوة، كوني داعية مؤثرة في بني في جيلك، في بنات جنسك، في مجتمعك، بالحكمة، بالتعامل، بالرسالة، بالكلمة. امنعي مجالس الغيبة والنميمة واللهو، امنع الحملات التغريبية ضد الإسلام في سلخ المرأة. والله إن الله شرف المرأة المسلمة بعفافها وحجابها، والله لقد شرقنا وغربنا، وإني قرأت الروايات الغربية، وإني أرى ماذا فعل الغرب بالمرأة حين جردوها من جمالها وحشمتها وأدبها وحجابها، وإن هذا الذي فعلوه أنه ضد الفطرة وضد الإنسانية وضد العقل وضد الاحتشام وضد المروءة. فشرف المرأة الحمد لله أدب المسلمة الذي أدبها ربنا وأحسن إليها بهذا الخير وجعلها مكرمة معززة، والحمد لله. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى. الثاني أخواتي وبناتي، غالب مجالس النساء فيما أسمع أنه يحصل حديث باستفاضة، وحديث أحياناً قد يشوب غيبة ونميمة، فالله الله في إيقاف هذا القول في الناس، الله الله في صرف المجالس إلى شيء من العلم، من الدرس، من الذكر، يكون هناك برنامج عمل. الآن أعرف بعض النساء لما زرنا بعض الدول قاموا بأعمال في مجالسهن، منهم كانوا يشرحون 40 نوية، وبعض المجالس عندهم حفظ القرآن وتكرار، حتى المجموعات في الواتس، واتس أب، الجروبات أصبحوا يحفظون القرآن ويتذاكرونه، والله أعرف مجموعات في ذلك، ومنهن من كانت تحضر رياض الصالحين معها فتقرأ على خواتها وتشرح حتى تمنع مجالس الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية. الله الله في حفظ المجالس. لا، والذين وإذا مروا باللغو مروا كرامة لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. فالمرأة ما تشهد الزور ولا الغيبة ولا النميمة وهي كريمة في سمعها وبصرها. كوني عند الجدول عمل المجلس، ذكري الحضور بالله بالدين. بناتي، أنتن مصنع الرجال والعظماء، كل عظيم وراه امرأة، أنا أمزح،
أقول كل عظيم وراه امرأة وكل فاشل وراه امرأتان، هذا لمن يعدد يعني. وقلته كثيرا، وأنا لست ضد التعدد، لكن يقول أنا سنحب المزاح عن التعليق يعني. فالمقصود أن كل عظيم وراه امرأة، رسولنا صلى الله عليه وسلم ابن آمنة، خالد بن الوليد أتى من امرأة، عمرو بن الخطاب، عظماء المسلمين، عظماء العالم. فأنتم مصنع الرجال. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أكثر ما يؤثر في حياة المسلمين وفي تربية الأبناء وفي مستوى الجيل هي المرأة الصالحة من أمثالكم. الله الله في القيام على البيت وتربية الأطفال. عندنا موجة عولمة تصد أبناءنا كثيرا، والجيل الجديد الآن أصبح إلا أن يشاء ربك في خطر عظيم وفي مهب الريح. فالله الله في غرس الفضيلة والإيمان والتوحيد فيه، والقيام على عدم الاشتغال عن تربية الأبناء، لأنه في سن التكوين أي شبهة تقع عليه أو أي انحراف يؤثر في مستقبله. فترى قيامكن على تربية الأبناء من أعظم الأعمال، أعظم البيت. المصلية الصائمة المحتسبة أن تربي أبنائها، ابنها، طفلتها على الأدب الإسلامي، على أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، على أخلاق الصحابة، هذا بيت الإيمان. البيوت المطمئنة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصيتي. أما الرابع وصيتي فإني أوصي أخواتي أيضا بالصدقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى المرأة بالصدقة مع الرجال، لكنه نص بالصدقة بالقليل والكثير. ترى كوب الماء هذا صدقة. امرأة تعرفون فاجرة أسقط كلبا في الصحيحين دخلت الجنة، أدخلها الله الجنة، وهو كلب أصل، كلب لا قيمة له، مرت بكلب يلهث يأكل الثرى الطين، أخذت خفها وأسقته من البير، غفر الله لها وأدخلها الجنة. وبالمقابل انظروا ماذا فعلت المرأة في الصحيحين الثانية، حبست هرة قطة، هذا هو الإسلام، يعني ما لها قيمة عندها، يعني هي أريد تحاسب الهرة، آذتها الهرة في البيت فأخذتها في غرفة فأغلقت عليها. والذي خلق الهرة هو الواحد الأحد أرحم الراحمين. ماتت الهرة في البيت، يقول صلى الله عليه وسلم متوجع به، متوجع سيد صلى الله عليه وسلم، متوجع الرحمة المهداة للأمة، أرحم الخلق بالخلق، يقول في الخطبة حبستها، متوجع صلى الله عليه وسلم حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت. فسلط الله عليها الهرة تعذبها وتخمشها، هذا ديننا الحنيف، يوصي حتى بالرحمة بالحيوان، بالنمل، بالبهائم. مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسمه صاحبه على خشمه على أنفه وسمه، قال لعن الله من فعل هذا بهذا. كيف يفعل هذا؟ يحرقه بالنار على وجهه، عذبه بالنار وحمار، فلعن من فعل ذلك، لأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى يقول علماء رحمة بالإنسان، حتى رحمة بالكافر قبل، قال يقول وما أرسلناك، وقال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. رحمة بالبهائم كما مر بنا في القطة في الكلب، حتى الحمامة في السنن إن أتت تشكو إليه، أخذ رجل أفراخها في العش فرد، قال صلى الله عليه وسلم من فجعها بأفراخه ردوا عليها أفراخها، فلما رد ذهبت الطائر. فيقول أحد الشعراء من جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. هذا ذكره عليه الصلاة والسلام، يذكر عنه صلى الله عليه وسلم لبره ورحمته صلى الله عليه وسلم، ورحمة عليه الصلاة والسلام حتى بالبيئة بالشجر، نهى أن يقطع الشجر أو يقطع السدر أو تقضى الحاجة تحت الأشجار النافعة المضلة المثمرة ونحو ذلك. ثم إني أوصي الجميع باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الصدقة، يقول صلى الله عليه وسلم تصدقنا، يعني الصدقة ما تيسر، إطعام الطعام. أنا بالمناسبة أنا قلت شهادة حق أمس في السودان، أنتم أمة إطعام الطعام وأمة الإكرام وأمة المشاركة في القوت، وكل من نزل إليكم حتى يشكركم كثير الآن الذين معكم والذين عرفكم بالكرم ومشاركة في القوت والمشاركة في الوجبة وبذل الطعام، هذا هو طريق دخول الجنة كما يقول عليه الصلاة والسلام افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا ديننا الحنيف،
ديننا ترى بر بالإنسانية، رحمة بالبشر جميعاً. ديننا ما في قتل للناس غير المعتدين، ديننا ما في أذية لأحد، ديننا يأمرنا حتى لا نؤذي العالم، حتى يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، حتى الوثني يقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يقول سبحانه وقولوا للناس حسنا، قال مجاهد كل الناس، ما قال المسلمين المؤمنين، قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، التعامل مع الناس. والحمد لله أن عندكم ممن وفد إليكم من غير المسلمين، من أسلم من الجاليات وغيرها، من حسن التعامل من الشركات، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير من لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك من حمر النعم. فأرجو تمثيل الإسلام التمثيل اللائق به بجلالته بعظمته، كما هو كان عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق. يقول الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم عليه أبدا دائما، أبدا دائما. وأنتم بناته، لأن مثل يقول أحد العلماء هو أبونا الروحاني الرباني صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون أبناؤه والمؤمنات بناته صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة أبي وقد نسخت وهو أب لهم، وهو أب لهم، أمهاته زوجات أمهاتهم وهو أب لهم، في قراءة أبي ذكرها الحفاظ في التفسير من قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبونا الرباني وأبوكن عليه الصلاة والسلام، من أخلاقه تتعلمون وتقدمون. الحمد لله إنني سعيد جد السعادة ما رأيت في السودان من جهود المرأة في تحفيظ القرآن، في الدعوة، في البذل، في رعاية اليتيم، في تعلم العلم، في العمل الشرعي، في الإنتاج، في الثقافة. وأنتم تعرفون حتى في بلادنا تأتينا منكم، أنا قلت أمس، حتى من عندكم الطبيبات، المعلمات، المربيات، مع المهندسين، مع الأطباء، مع الدكاترة من السودان. فأسأل الله أن يسعدكم وأن يزيدنا وإياكم إيماناً وتوفيقاً وهدىً ورشداً، وأن يبارك في أوقاتكن، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. ودائماً لا تنسون كما أوصى صلى الله عليه وسلم، كل صلاة لا تنسون هذا الدعاء. أوصى به صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وإمامهم معاذ بن جبل، قال: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإنكم إذا دعوتم ربكم أعطاكم وسهل لكم وتولاكم واجتباكم واصطفاكم. وأريد أن وياكم أن نعيش مسألة الفأل والأمل، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم التفاؤل، كنا متفائلات، عيشوا الأمل والسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عيشوا الأمل التفاؤل، غدا أجمل إن شاء الله، بكرة أحسن من اليوم، هذا منهج المسلم. والله سوف يعطيك على ما أنت عليه. في كتاب غرب اسمه كتاب السر، ألفه 60 من فلاسفة الغرب. هذا أنا أتكلم غير المسلمين علشان أقول إن حكمة ضالة المؤمن، هذا إذا كانوا غير مسلمين كيف ماذا يقول المسلم؟ يقول في الكتاب وهو مترجم بالعربية: ظن في الله خيرا فإن خزائنه ما تنفد من كل شيء، خزائنه مواهبه ما تنفد من كل شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تظنين نجاح سوف تنجحين، تظني سوف يسعدك تسعدك، يعطيك ذرية طيبة سوف يعطيك الذرية الطيبة، الظن الحسن. لأن مدرسة الشيطان هي مدرسة ابتدائية فتحها الشيطان، مقررات وعنوان الدروس فيها: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. مدرسة الرحمن: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالله الله في الظن الحسن به سبحانه، كما قال سبحانه في الحديث الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ظنوا بالله خير، ابشروا بالخير، ابشروا أن غدا بيكون أجمل، إن مع العسر يسرا، ابشروا بالفرج والتسهيل والرزق الحلال، وسوف يشافى المريض بإذن الله، ويفك العاني الأسير، ويعود الغائب، ويصلح الحال بإذن الله، ويقضى الدين. أهم شيء ادعوا الله وظنوا خيرا، فإن الخزائن عنده ما تنفد سبحانه ولا تنتهي من عنده. وتدعون أنتم كريما مجيبا، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أسأل الله باسم الأعظم الأكرم أن يغفر لي ولكنا، وأن يتقبل من الجميع، وأن يجعلنا وإياكم عبادا مخلصين صادقين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. بالمناسبة ترى كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام تذهب الهم والغم وتغفر الذنب. قال صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال اجعل لك صلاتي كلها يعني دعاء يعني الصلاة الدعاء كله لك يعني يصلي عليك وسلم قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك غفران الذنوب وإزالة الهموم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وشكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.